كرياضيات الحقوق اللي كنعانيو منها، لان عطينا الكثير للرياضه المغربيه وهزينا الرايه المغربيه وخدينا جميع الاعطاب. يعني ما عندناش واحد التقاعد اللي خصنا نعيشو به حتى نموتو. انا دوزت عمري كله في الرياضه، ورغم ذلك ما عندي لا صندوق ضمان اجتماعي، وكنتمنى باش هاد الرياضي اللي كيتبليساو حيت كيكملوا من لابليسيور ديالهم، حيت ما كيعطيو العطاءات الكثيرة للمغرب، وحيت ملي كياخذوا واحد اون بليسيور تيقول له هز حوايجك وهز الحقائب ديالك ورحل من هذا التكوين الرياضي.